أهلا بكم. مواجهتنا دي ليها طابع خاص عن مؤسسة شعارها قادرون باختلاف، هي مؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف. الحقيقة أنه هذه المؤسسة بقالها سنوات بتعمل في مصر لدعم ودمج القادرون باختلاف، وهنعرف طبعا تفاصيل المشروعات اللي بتقوم بها هذه المؤسسة. إيه اللي خلى القائمين عليها يعملوا ويشكلوا هذه المؤسسة في البداية؟ الصعوبات اللي قابلتهم إيه؟ إزاي بيقدروا أن هم يساعدوا الناس اللي محتاجين هذه المساعدة؟ ولكن يمكن في مناسبة كمان خاصة يعني خلتنا نفكر ان هم يكونوا موجودين معانا النهاردة ويشرفونا في الاستوديو. المناسبة دي ان هم قدروا ان هم يشتركوا في مسابقة دولية ويحققوا مركز متقدم جدا على مستوى العالم، يعني اصبحوا من افضل على ما اعتقد ثلاثة، ولا هنعرف طبعا على يعني ترتيبهم ايه على مستوى المؤسسات العاملة في نفس المجال والانشطة على مستوى العالم. وان شاء الله هم رايحين علشان يكونوا موجودين في مقر الأمم المتحدة في فيينا بعد فوزهم زي ما قلت بمراكز متقدمة جدا في هذه المسابقة. اسمحوا لي ارحب بضيوفي الأستاذة مي زين الدين، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف. يا أستاذة مي منوراني. عاملة إيه؟ أهلا بيكي. ومعانا كمان المهندس علاء النادي مدير مشروعات مؤسسة الحسن. أهلا بيك يا باشمهندس، مشرفنا ومنورنا. أهلا وسهلا. الحسن، قولنا الأول إيه حكاية الحسن؟ يعني الحسن الابن ولا الحسن المؤسسة؟ الاثنين. بصي، عشان أكون يعني مختصرة في الحتة دي قوي، مؤسسة الحسن تم إنشائها بعد ما ناس كتير جدا يعني عارفة القصة دي، إن كان ابني حصل له حادثة وبقى مستخدم كرسي متحرك، وقررنا بعد الحادثة دي هيت إن احنا نغير حاجات تسهل على ابني وعلى غيره الحياة عامة بطريقة مستقلة أكتر وبطريقة ناجحة أكتر، وطريقة ما يبقاش فيها صعوبات على قد ما نقدر. وكيف ده المختصر الشديد جدا عن مؤسسة الحسن، وهي على اسم ابني الحسن. يعني قدرتي انك انت تحولي يعني طبعا اكيد زعلك وقتها على ابنك وزعله هو كمان، قدرتي تحوليه لطاقه ايجابيه، مش بس تساعديه هو وتفيديه هو، لا ده انت تساعدي كل الناس اللي ممكن يكونوا بيمروا بظروف مشابهه ليه. هو ده فعلا اللي حصل، لان انا كان وقتها كان دايما سؤالي اللي هو لو ليه؟ احنا لا ما كانش ليه، الحمد لله ما كانش فيه ليه، بس كان سؤالي اللي كان شاغلني طول الوقت، لو كان احنا عندنا الحمد لله المقدرة المادية وثقافة معينة لتقبل حاجات معينة، طب الناس الأقل حظا سواء ماديا او تعليميا او الفكرة نفسها، تقبل الفكرة نفسها، مثلث الفقر والجهل والمرض. فانا كنت يعني بسأل نفسي دايما، هم للأقل عاملين ايه اذا كنا احنا متبهدلين؟ ألمك خلاكي تشعري باللي ممكن يكون بيمر بنفس الألم وما عندوش يمكن الإمكانيات والوعي زيك. بالظبط كده. فهي ابتدت كده، ويعني وما أقدرش أقول برضو إن أنا يعني ما أقدرش أقول إن أنا كنت مركزة، وما أقدرش أقول إن أنا كان هي جت بركات كده والحمد لله كملت. طيب مش هروح في تفاصيل كتير، لكن قبل ما نروح للمهندس علاء ونعرف المسابقه، مين ساعدك؟ قدرتي ازاي ان انت تعملي المؤسسه دي؟ بدات ازاي وكبرت بعد كده؟ يعني باختصار برضه. بصي طبعا يعني انا اول ما ابتديت عشان اعمل المؤسسه، يعني ممكن ناس كتيره جدا حتى ما تعرفش الحكايه دي، انا بعت لصحابي المقربين كانوا في الوقت ده، قلت لهم انا عايزه اعمل حاجه، حد عنده استعداد يساعدني؟ كل اصحابي ردوا عليا وقالوا لي بصي احنا معاكي. وابتدينا المؤسسه بمجموعه صحاب، كلنا نعرف بعض وولادنا صحاب، وابتدينا بالطريقه دي هيت. وبعد كده الموضوع كبر، انا عايز اقول ان احنا ما بنعملش اعلانات، احنا فعلا بنظهر مره في السنه. الموضوع كبر بورد اوف ماوث، يعني او كبر بان الناس كانت بتتكلم علينا، الناس تنقل الاخبار بالظبط كده. والحمد لله يعني احنا سمعتنا كويسه، الحمد لله. فاحنا يعني معتمدين على سمعتنا، ومعتمدين ان الناس اللي بيستفيدوا من خدمات المؤسسه هم اللي بيتكلموا عن المؤسسه وبينشروا عنها وبيقولوا عنها وبيوصلوا عنها. فده كان
ده كان اعتمادنا الاساسي يعني. وغير طبعا الحبايب والناس اللي في مصر الجميله يعني، الحمد لله الحمد لله. طيب هرجع لك، بس اروح المهندس علاء. مهندس علاء، انت مدير المشروعات في المؤسسه. الاول قول لنا المؤسسه دي دورها ايه، يعني ايه الدور اللي انتوا بتقوموا بيه، الهدف بتاعكم؟ انا عايز اضيف على كلام مدام مي. الاوبجكتيف الرئيسي للمؤسسه ان احنا نغير وعي المجتمع المصري تجاه الاشخاص ذوي الاعاقه، المصطلح ده احنا ما بنستخدموش، الاشخاص ذوي الاختلافات الجسديه، ان الناس دي موجوده، الناس دي لها حقوق وعليها واجبات، ومن فضلكم يا مجتمع يا مصري ادوا الناس دي حقوقها وساعدوها ان هم يقضوا واجباتها. وكمان بالتوازي بنشتغل على تغيير الفكر عند الناس الويلرز مستخدمي الكراسي المتحركه نفسهم، ان انت قادر باختلاف. يعني ايه قادر باختلاف؟ احنا السلوجان بتاعنا او الشعار بتاعنا نحن القادرون باختلاف. يعني ايه قادر باختلاف؟ يعني حضرتك بتمشي على رجلك، احنا هنمشي على الكرسي. انا اقدر اعمل نفس الحاجات بس بطريقه مختلفه. انا سوق عربيه، انا بعمل كل اللي تقدر تعمله ولكن بطريقه مختلفه. بنغير الفكر عند الناس نفسهم وعند المجتمع ليه في الاخر، عشان نوصل بمستخدمي الكراسي المتحركه لاقصى درجات الدمج على كل المستويات، المستوى الاجتماعي الرياضي. يعني ايه لاقصى درجات الدمج؟ يعني بتعملوا ايه؟ بنعمل ايه عشان نوصل لكده؟ لما فكرنا في الموضوع مدام ما هي بتقول ان الفكره بدات بشكل كده عائلي، وبعد سنين 5 سنين بقت بتشتغل بشكل احترافي لدرجه ان هي تدخل في كومبيتيشن عالميه وتفوز بمركز متقدم جدا جدا. بنعمل ايه؟ فكرنا في الموضوع، لو بتنادي على الاشخاص مستخدمين كراسي متحركه وتقول لهم من فضلكم انت تقدر تكمل حياتك، انت تقدر تعمل 1 2 3، لازم الشخص ده يستقل حركيا ويستقل ماليا. يعني يستقل حركيا يعني يعرف يصحى من النوم، يغير هدومه، ينزل على الكرسي، ينزل الشارع. بتعلمهم ده يعني لو حد لسه اصابته جديده او لو حد محدش علمه، بتعلمهم؟ بنعلمهم ده. كويس. ده مشروع من مشاريعنا. ده واحد من مشاريعنا، ده واحد من مشاريعنا اسمه انهض او رايز اب. هايل. ده مشروع بنعلم فيه الاستقلاليه، ان الاستقلاليه في الحركه والاستقلاليه النفسيه. احنا مش ما يحسش ان في حاجه معطلاه. بالظبط، متقسم جزء حركي وجزء نفسي، فبنعمل بنعمل حاجات ليها دخل باجزاء نفسيه وبنعمل حاجات ليها دخل بحاجات حركيه. التعليم وفي على اليوتيوب منزلين حلقات، يعني عاملين حلقات على اليوتيوب عاملين تعلموا اللي عايز يتعلم على يوتيوب ببلاش. معموله كانت مع الوزاره صندوق تكنولوجيا المعلومات، مع وزاره الاتصالات. عملنا الموضوع ده مع وزاره الاتصالات. والحاجات دي موجوده فور فري لاي حد عايز يستخدمها. احنا عملناها ليه؟ طب اللي عايز يستخدمها وشايفنا دلوقتي يكتب ايه؟ يدور عليها ازاي؟ لو حد هيخش على يوتيوب شانل. أيوة. وهيعمل مؤسسة الحسن. وهيلاقي ان احنا عندنا كل يعني حلقات في مثلا 40 حلقه. ازاي تلبس، ازاي تقوم، الحاجات اللي هي مثلا للناس اللي شلل رباعي او الناس اللي شلل نصفي. فدي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها وموجوده لكل الناس. جت بقى ازاي ان احنا برضو فكرنا في الموضوع ده؟ بصي، احنا المشاريع بتاعتنا كلها بتيجي بتجارب، لان احنا مفيش مؤسسه شبهنا، مش عشان خاطر حاجه، بس انتوا تخصصتوا بالظبط كده في الناس اللي هم على كراسي متحركه. بالظبط كده. فاحنا ما عندناش ريفرنس نرجع له ونقول احنا هنقلد. فاحنا في حاجات بنعملها بنجربها وممكن نقعد نعمل لها شويه تحسينات لغايه ما تظهر في صوره احترافيه. زي موضوع الحاجات اللي اتعملت على يوتيوب دي، هات احنا كانت الناس بنقول لهم انتوا تقدروا تستقلوا، فيجي يقولوا لنا ازاي؟ حرام عليكي، وانا عيان وانا مريض وكده. فبقول له حبيبي انت تقدر تستقل. فهو يجي يقول لي، اقول له روح مثلا خش على الانترنت مثلا وهتشوف هتلاقي حاجات. فيجي يقول لا، الناس دي بره والناس دي عندها تسهيلات معينه ومش زينا. فاحنا عملنا، فجت الفكره بقى كل عملنا حلقات بناس مصريين كلهم مستخدمي كراسي، تخين ورفيع وطويل وقصير كل حاجه. طيب دي خلينا نقول مشروع اسمه واحد من المشاريع اللي خاصه بتاهيل المواطن اللي عنده يعني مستخدم الكراسي، المستخدم الكرسي المتحرك، انكم تعلموهم يستقلوا حركيا. قلت لي يستقلوا ماديا كمان. يستقل ماليا ازاي؟ يستقل ماليا ان هو عندنا مشروع اسمه مصدر رزق. المشروع ده بينقسم لحاجتين، ان احنا نساعد الاشخاص دي في التوظيف، انه يبقى عنده وظيفه يقدر يامن منها مصدر دخل ليه،
واللي مش قادرين نساعد انه نأمن له وظيفه بنبدا معاه مشروعات صغيره والمتوسطه اللي هي الاس ام ايز. نعمل مشروع صغير جدا جدا عنده القليل من الخبره انه يقدر يديره، بننزل له مكانه محافظته، لو هو في الصعيد لو هو في فج بحري ايا كان، بنزور الناس ونعاين حالتهم ونتاكد من كل حاجه. واحنا عندنا كونسبت رئيسي من شغلنا، احنا ما بندعمش حد بفلوس، ما بنديش حد، احنا مؤسسه تنمويه ولسنا جمعيه خيريه، فلا يمكن ابدا باي حال من الاحوال حد بياخد فلوس في ايده. ولكن احنا مؤمنين كفريق عمل بالاستثمار في البشر. اغنى وانفع وافضل طبعاً. استثمار الفلوس بتتصرف، هو الاستثمار صح. في البشر بالظبط. فاحنا مش بندي اللي بيبقى ال 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 انك انت تاهل هذا الانسان وتنميه وتخليه يقدر يتعايش مع بالزبط. المشكله اللي عنده. احنا بنعلمهم اللي هو عارفه المثل بتاع علمه يعيش. بالظبط كده، انت هتعلمني ازاي اصطاد ولا هتديني سمكه؟ بالزبط. احنا مش بندي سمكه، احنا بنعلم الصيد وبندي الوسائل اللي تسهل الموضوع ده من خلال مشروع مصدر رزق. طب ايه تاني مشاريع ممكن تقولوا لي ان هي مشاريع مهمه عندكم شايفينها ان هي من التريد ماركس بتاعتكم او من العلامات طيب. المميزه للمؤسسه دي؟ قول انت واحد وانا هقول واحد. يعني عشان نقسم الكلام بالحق يعني. وين مي عشره قديمه، انا مش هقول استاذه مي بقى يعني. لا قول انت واحد. المهندس علاء يقول واحد ومي تقول واحد. مش مشكله. احنا في الفاونديشن في المؤسسه دايما بنفكر اوت اوف ذا بوكس، بنفكر على حلول جديده ومبدعه، وده اللي خلانا نفوز في المسابقه اللي هنتكلم عليها بعد وهنتكلم عنها. يعني ادونا افكار عن اهم المشاريع اللي بتقوموا بيها عشان نروح بقى للمسابقه. المشكله احنا في نقص في المعلومات، في نقص في الحلول في البلد. فاحنا بنعمل ايه؟ بنشوف المشكله اللي موجوده عند الويلرز مستخدمين الكراسي المتحركه، ونبتدي نبني كوادر مصريه، نسافر بره نتعلم الحل، امثل حل بيتقدم للمشكله دي عامل ازاي، ونبذل مجهود ونتعلم ونرجع نطبق ده هنا وفقا للي بنتعلمه. يعني مشروع من اهم المشروعات كرسي بالمقاس، مشروع اللي بيوفر نوعيه الكراسي دي. يعني ايه كرسي بالمقاس؟ يعني الشخص بره، ايوه ده من المشاريع اللي انا دايما بقرا عليها لما اقرا عن الحسن. يس. الشخص بره من فروم دي 1، من اول يوم لو ادركوا ان الشخص ده مكمل على كرسي متحرك، فبتجيله شركه رفع مقاسات بيعملوا كرسي كاستمايز يعني او مخصوص له. بالظبط كده 13 صفحه مش يروح يشتري واحد. بالظبط. مفيش حاجه الكونسيبت ده، مفيش حاجه اسمها وان سايز فيتس اول، ده ما يمشيش. الكراسي اللي موجوده على ابواب المستشفيات اللي انا والناس قعدنا فيها سنين طويله، الكراسي دي للاستخدام المؤقت، الكراسي دي لها اثار جانبيه. وانا دايما بقول انت نفسك خد يعني عشت فتره على الكرسي العادي اكتر من 7-8 سنين، حاسس بفرق ايه؟ مش فرق، الكراسي العاديه ليها اثار جانبيه قاتله. انا بقصد فرق معاك ايه لما قعدت على كرسي بالمقاس غير اللي كان ده بيفرق في ايه؟ في ايه ده بيتعمل وفقا لابعادي، وزني متوزع عليه كويس فما يحصلش كراح فراش، ارتفاع الظهر لحد مستوى الاصابه، وضع جلوسي البوستشر بتاعي محطوط في وضع ان الدوره الدمويه تبقى كويسه وما يحصلش تيبس في بعض الحاجات. هو قاعد على كرسي ودول بيتعملوا هنا التانيين قاعدين جوه؟ لا لا طبعا. بيتعملوا بره. ما هي دي الفكره. ومين اللي بيتحمل تكلفته لما حد بيجي لكم؟ بيجي لنا فاندز، بنعتمد على التبرعات والزكاه لكن الشخص نفسه مش ما بيدفعش ثمنه. بيدفع جزء من ثمنه. وبصي برضو احنا، وده احدى الحاجات ان احنا فزنا فيها في المسابقه، بصي احنا بنعمل ايه؟ احنا عندنا كاتيجوريز. يعني لو انا دخل لي شخص، احنا مقسمين الناس كلاسز، احنا بنخدم كل الناس. يعني بنخدم من اعلى مستوى لاقل مستوى حسب مقدرته، على حسب مقدرته الماديه وعلى حسب الحاجات دي كلها. فاحنا عندنا ناس بتيجي بتاخد كرسي مثلا لحد لنفسها او حد من ولادها وكده، وممكن يغطوا لنا 3 حالات. وممكن ناس تانية تيجي وما يدفعوا مثلا حاجة اللي هي بسيطة جدا عشان يبقى اوكي. وبرضو علشان فاحنا بنعتمد على الفاند ريزنج من اشخاص ومن زكاة وكده. وطبعا احنا عندنا البنك الاهلي المصري برضو، يعني هو داعمنا الرئيسي في مشروع كرسي بالمقاس. يعني الواحد مش هيوفلهم، مش هيوفلهم حاجة مهمة جدا في كرسي بالمقاس. ايه اهميته غير اللي انا قلته ده؟ الكرسي ده معمول من 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 مواد معالجه بطريقه معينه، فهو خفيف جدا جدا وقوي جدا جدا. بيعمل ايه الكلام دون؟ ان انا اقدر انزل الشارع، اروح الجامعه، اروح المدرسه، اروح شغلي، واتحرك مسافات طويله جدا لوحدي من غير ما احتاج مساعده. بيصب فين تاني؟ في الاستقلال الحركي. ما يعني ايه الاستقلال الحركي؟ يعني انا قعدت بعد حادثتي، انا قعدت بعد حادثتي 6 سنين بتحرك، بروح الجامعه واخويا معايا كل يوم.
لاني مش عارف اتحرك دلوقتي لوحدي. تقدر تتحرك لوحدك. انا بقالي سنين بتحرك لوحدي وده يسهل عليك الحياه اكيد اكتر بكتير من ان انت تبقى مستني ظروف حد ومواعيد حد وصحه حد وكل ده. طيب. ايه الابداع بقى في الموضوع ده عشان بس نربط المواضيع ببعضها؟ ايه الابداع؟ ما بتوفرش في مصر. السيده الفاضله دي بدات كانت بتجيب خبير من انجلترا يجي مصر يرفع مقاسات 3 4 ويرجع يصنع الكراسي في انجلترا ويجيبها ويجي. وعشان بقى احنا بنبني كوادر وبنطلع من احنا بنبني كوادر دي بالزبط. حاجه مهمه جدا جدا يعني احنا بنبني كوادر مصريه. سافرنا بره عملنا تعاقد مع شركه كبيره في الموضوع خدنا تيم على كراسي مصريين اتعلموا يرفعوا المقاسات ويعملوا عشان بعد شويه هم يقدروا احنا مش بعد شويه مش بعد شويه احنا عندنا دلوقتي مينتنس سنتر عندنا بنعمل صيانه وبنعمل رفع مقاسات بنفسنا وبنبعت الحاجات دي هي بره والحاجات دي وتتصنع وتيجي. طيب ده واحد من المشاريع المهمه اللي بتقوموا بيها. احكي لي عن مشروع واحد كمان ونروح للمسابقه. اوكي مشروع واحد انا هتكلم عن مشروع اطفالنا على عجل كيدز اون ويلز. ده حاجه من الحاجات اللي محببه الى قلبي جدا 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 لان برضو هو طلع بناء على احتياجات معينه ان احنا كنا حاسين ان الاطفال حاله خاصه جدا وان لما بنقابل كبار بنحس ان هم منهم بيبقى ممكن يكون مكسور او منهزم او كده هوت واحنا شايفين طبعا حاجه جميله. ده احنا عملنا ايفنت. بصي الايفنت ده كان عاملينه لسه الشهر اللي فات. اوكي عاملينه بس للاطفال. ده كان اكبر تجمع اطفال في الشرق الاوسط على كراسي متحركه. الله. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نقول لهم من وانتوا صغيرين اوكي انتوا على كرسي متحرك مش نهايه الدنيا وهيكبروا بالاتيتيود ده وهيخشوا المدرسه. بنشوف بقى مع اهلهم ما تحبسوهمش طلعوهم ودوهم المدرسه. احنا كميه الحمد لله يعني كميه الاهالي اللي ودت ولادها المدرسه كانوا محبوسين بعد ما قلنا ارقام يعني الحمد لله كثير. الناس بتعرفكم ازاي؟ تجيلكم ازاي؟ اللي شايفنا دلوقتي برضو عايز يجيلكم يعمل ايه؟ بصي احنا عندنا فيسبوك بيج مكتوب عليها مؤسسة الحسن. الويب سايت بتاعتنا دلوقتي تحت يعني بنظبطها فهي مش احسن بس اللي عايز يوصل لكم يوصل عن طريق الفيسبوك. عن طريق الفيسبوك وعندنا يكتب بالعربي مؤسسة الحسن والحسن فاونديشن وعندنا رقم تليفون خدمة عملاء. ممكن ممكن اقول انا مش حافظه الرقم على انت على الفيسبوك على طب خلاص موجود على الصفحه على الفيسبوك. اوكي وانا ممكن يعني ممكن اطلعه من التليفون عشان انا مش حافظاه. مفيش مشكله طلعيه. طيب أنا على ما تطلعيه نعرف المسابقه بقى. ايه هي المسابقه؟ المسابقه دي مؤسسه اسمها ايسل فاونديشن. اسمها ايسل فاونديشن. ايسل فاونديشن اسسها مارتن ايسل. اوكي في مارتن ايسل اسس المؤسسه دي من سنه 2007 للاعمال التنمويه والمؤسسه دي عضو في الامم المتحده. كويس. من سنه 2014 من ضمن الانشطه اللي المؤسسه بتعملها كومبيتيشن عالميه اسمها زيرو بروجكت. بس خاين موبايل سايلنت. هو سايلنت. كومبيتيشن عالميه اسمها زيرو بروجكت. بتعمل ايه الكومبيتيشن دي؟ ان تخلي العالم بزيرو باريرز من غير عوائق. العالم صفر عوائق للاشخاص ذوي الاعاقه. كويس. فبيعمل ايه؟ بيقول للناس انا عاوز اجمع كل الافكار المبدعه والممارسات اللي على مستوى العالم يقدموا ونختار افضل الافكار اللي تغير حياه الاشخاص للافضل. وهي الناس دي يعني اللي تاخد الاورد. هل فقط المؤسسات اللي هي ليها علاقه بالكراسي المتحركه ولا لا في اي ليها دخل ب الاختلافات او الاشخاص ذوي الاعاقه عامه؟ بالزبط. مش أوكي. بس الكراسي باشكالها المختلفه. بالظبط كده. بيعمل ايه كل سنه؟ بيختار. يبقى دي مسابقه سنويه. بيختار بالزبط. كل سنه من 2014 كل سنه بيختار ارتكل من اتفاقيه الامم المتحده لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه ويقول هو ده السيم اللي هنتسابق عليه السنه دي. يعني ايه؟ جه عمل سنه 2014 الانكلوزيف اديوكيشن التعليم الدامج. الناس اللي بتشتغل في التعليم الدامج على مستوى العالم تعالوا نشوف افضل ايه الأفكار. المسابقه اللي انتوا دخلتوا فيها يا استاذه مي عنوانها كان ايه؟ يعني السيم بتاع السنه دي كان عنوانها اندبندنت ليفنج. الحياه باستقلاليه. ده شغلكم بقى ولعبتكم ملعبكم. بالظبط كده. فاحنا قدمنا فيها. قدمتوا امتى؟ قدمنا من سنه. هو التقديم بيبقى سنه والايفنت بيبقى سنوي الحدث بيبقى بعدها بسنه. بس خلال السنه دي بقى بتعملوا ايه؟
احنا بيطلبوا، احنا مبدئيا بنقدم. بتقدموا، معلش اشرحي لي، بتقدموا بيطلب منكم ايه علشان يحصل ايه؟ بنقدم ان احنا مؤسسه تنمويه، بنقدم بندي تفاصيل المشاريع بتاعتنا كلها، بنقدم احنا بنخدم كام شخص، بنقول بنقدم كل الورق الرسمي بتاعنا ان احنا ايه الامباكت اللي انت عملته بالظبط، كل حاجه، الفكره كل بتاعتك حاجة. الفكره بتاعتك الفكره المميزه دي، اديني كل تفاصيلها. هو بيبعت بيدرس بيدرس بقى كل المؤسسات اللي بعت. هل ده نقدر نقول هي مؤسسه دوليه؟ طبعا من كل دول العالم بيشاركوا فيها. 400 مؤسسه شاركوا السنه دي، شاركوا السنه دي من 46 دوله. ياه، ده عدد ضخم جدا. وطبعا في كل بقى التخصصات، في كل التخصصات. ففضلوا معانا يفضلوا يعملوا يدرسوا اللي انتوا بعتوه. اولا عدينا الفلتريشن. بالظبط، الفلتريشن اللي هو التنقيه الاولانيه. التنقيه ده بيختاروا كام واحده بعد ما بتقدموا، بيختاروا كام واحده تكمل معاهم على حسب الفلتريشن، على حسب الناس اللي اوت اوف سكوب خالص بيطلعوهم. بعد كده بيدخل في حاجه اسمها الشورت ليست. فانتوا عديتوا اول مرحله. بالظبط، وكملتوا معاهم. كملنا معاهم وبعد كده بقينا شورت ليستد. ايه الشورت ليست بقى اللي هم شورت ليست؟ برضو عدد كبير برضو من المؤسسات. وبعدين بيتعمل لما عديتوا المرحله تقريبا كان 100 150. انتوا برضو وصلتوا ل 100. بالظبط كده. بعد كده الفاينل وينرز طلعنا منهم، اختاروا 65 فكره من على مستوى ال 400 فكره اللي مقدمين. هم دول اكتر 65 فكره مبدعه على مستوى العالم في تطوير حياه الاشخاص للوصول للاندبندنت ليفنج، انه يبقى عايش بحياه مستقله. وفي كمان فلتر بعديها، ده كان لسه بقى في الاخر خالص. بعد ال 65 دولت بيختاروا من ال 65 دول ناس يعملوا برزنتيشن لبقيه المؤسسات علشان يعلموهم او ينشروا الفكره بتاعتهم. فاحنا ده بقى اللي انتوا رايحينه في فيينا للامم المتحده. انا معايا 4 دقايق، فعايز اعرف فعلا انتوا ايه المشروع اللي انتوا مقدمينه؟ لو تقولوا لي بس بسرعه ايه اللي انتوا مقدمينه وايه اللي هيحصل في فيينا؟ المفروض انتوا هتعملوا برزنتيشن. احنا هنعمل برزنتيشن عن المؤسسه. واحنا مقدمين المؤسسه بتاعتنا بكل الحاجات اللي هي المشاريع اللي بتؤدي الى الدمج فيها، وهنعمل البرزنتيشن دي هيت قدام بقيه المؤسسات. واكثر من 300 مؤسسه وشخصيه دوليه شغاله في المجال، هم دول الاتنديز، الناس دي اللي هيحضر يسمعوا. ايه احنا المسابقه دي عشان الناس عارفه ما فيش فيها جايزه ماليه، ولكن ده مهم جدا. فيها ايه؟ نتوركينج. بالظبط، اكتر علاقات، علاقات، تعاون، نتعلم الناس التانية بتعمل. طب معلش، هو اللي هيعملوا البرزنتيشن في مقر الامم المتحده في فيينا كام مؤسسه؟ اللي هيعمل اختاروا 3 في الاخر، ان هم الثلاثة دول اللي هيعملوا برزنتيشن. يعني انتوا واحدة من 3. بالظبط، على مستوى العالم. بالظبط، الحمد لله. 3 مؤسسات بس، منها مؤسسة الحسن اللي هي مؤسسة مصرية، يعني ده نجاح كبير بالنسبة لنا. وانا حتى كنت بسأل علاء قبل ما نيجي، هو في مؤسسات عربية غيرنا؟ ما كنتش متأكدة من المعلومة، وكان نفسي مش متأكدة من المعلومة يعني. مش متأكدة، لكن هم 3 اللي هيعملوا برزنتيشن، انتوا واحدة منهم. يس. ان شاء الله. طب ده شيء رائع. ويبقى بعدها بقى النتيجة بتاعت ده، يعني ايه اللي انتوا هتكونوا حققتوه من المشاركة دي؟ أولا المؤتمر ده عبارة عن ماركتينج تول قوية جدا. انت هيبقى عندك كل المؤسسات على مستوى العالم الرائدة في المجال، فانت هيحصل تبادل خبرات. احنا بنبني كوادرنا المصرية ازاي؟ ان احنا بنسفرهم نعلمهم بره. لما نعمل نتوركينج قوي جدا مع الناس دي، نقدر نشوف اللي نقدر نفيده واللي نقدر نستفيد منه. ممتاز. بالظبط. احنا بصي، نوليدج از باور، المعلومات هي القوة. فانت لما بتعرفي الناس التانية احنا بنعمل ايه عامة من ساعة ما ابتدينا، احنا بنشوف ايه اللي بيحصل بره وبنجيبه هنا ونمصره علشان يناسب احتياجاتنا احنا وعقليتنا احنا، بس بنمصره بستاندرز عالميه. مش بنقول ان الحدث ده امتى يا مي؟ احنا ان شاء الله مسافرين 21 فبراير 16 فبراير اوكي، والبرزنتيشن بتاعنا يوم 22 فبراير بإذن يوم الجمعه 22. هنعمل يعني بصي هنصور على قد ما نقدر، وابعتوا لنا وهنبعت لكم، وابعتوا لنا واحنا نبقى فخورين وسعداء بيكم. لو عندكم اي كلمات اخيره عايزين تقولوها اتفضلوا، لان احنا اتزنقنا في الوقت. لا اتفضل. بصي، احنا بناخد، انا عاوز حاجتين اقولهم بسرعه جدا. احنا بنقيم نفسنا كمؤسسه بالتغيير اللي بنعمله في حياه الناس. احنا بنغير حياه الناس في مصر، بغض النظر عن حجم الاستثمار اللي بنستثمره. ممكن حد يجي نعمل له كرسي ب 40,000 جنيه، وممكن حد يجي نعمل له جلسه نفسيه ببلاش، والاثنين حياتهم تتغير، حياتهم
تتنقل من حته كانت مظلمه بقى لها سنين لحته منوره تاني. ومن هنا بقى انا عايز اقول لكل الناس الويلرز اللي زي في مصر، الموضوع مش سهل والموضوع مش صعب خالص، يتكمل بركه البيت يتكمل حياتك، مفيش حاجه اكتر من كده. يا تاخد القرار انك تأوفر كام من كل الكلام دون وهتتواجه الصعوبات عشان تكمل تعليمك وتشتغل وتأدي الرسالة اللي ربنا خلقك علشانها، او هتكمل بركة البيت. تمام، مش هتعمل حاجة تانية. هايل. اخر حاجة وهديكي الفرصة للكلمة الاخيرة، بس قوليلي الحسن النهاردة بيقولك ايه بعد ما شاف انه اللي هو تعرض ليه، واللي اكيد كان وقتها شايف انه حاجة صعبة جدا، بيقولك ايه لما بيشوف قد ايه انتوا قدرتوا من خلال محنته انكم تأثروا في حياة ناس كتيرة جدا للأفضل؟ انا دايما بقول يعني احنا شايفين ان احنا كأسرة ان احنا محظوظين جدا. فضل. يعني احنا شايفين ان احنا محظوظين، وشايفين ان دي فرصة جات لنا مش بتتاح لناس كتير، الحمد لله. فاحنا شايفينها بطريقة، ومش احنا شايفينها كده عشان خاطر احنا جامدين، يعني احنا شايفينها كده علشان ربنا خلانا نشوفها كده، الحمد لله. فيعني ما اقدرش اقول يعني حاجة تانية غير الموضوع ده. الحسن في الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، في سلام مع نفسه، الحمد لله، واحنا في سلام مع نفسنا. وعلى ما اظن تيم المؤسسة كله، احنا بنختار تيم المؤسسة يعني بطريقة معينة. يعني الحاجة اللي انا يمكن عايزة اقولها في الاخر يعني، وكل مرة بقولها وبكررها، حضر. يمكن كل ان يعني انا وعدت ابني ان احنا من خلال مؤسسة الحسن ان احنا نعمل تغيير في مصر الناس تحس بيه. وعلى ما اظن يعني مش ان انا بقولها بكبر ولا حاجة، بس على ما اظن ان احنا بنعمل تغيير جاي على جلد الناس، وهم حاسين ان هم ليهم كيان وليهم وجود وليهم احترام، وان هم مش لازم يكونوا مكسورين. اكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه مي زين الدين، مؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسه الحسن لدمج القادرون باختلاف، والمهندس علاء النادي مدير مشروعات مؤسسه الحسن، شرفتونا ونورتونا. شكرا. فخوره جدا بيكم حقيقي. ميرسي. ودايما دايما ان شاء الله ناجحين، ودايما باذن الله تقدروا انكم يعني تساعدوا اكبر قدر من الناس. نمره التليفون اتفضل لو حد عايز يتصل بينا 010 4 وحايد 2 3 6. ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا. تصبحوا على خير، اشوفكم في مواجهه جديده. الى اللقاء.